إلى جانب ذلك، بيّن العبسي أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، أوقفت الهيئة رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة 3 أشهر بدءا من الأول من شهر أبريل، إلى جانب إطلاق فترة سماح لتصويب أوضاع العمالة الوافدة بمختلف فئاتها، وذلك بما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومراعاة للظروف الإنسانية لهذه العمالة. وجه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد بفترة للإعفاء من الرسوم، وكذلك أعلنت الهيئة فترة تصحيح أوضاع، وذلك لكي نمتص العمالة المخالفة الموجودة، فنحن غير قادرين في الوقت الحالي على ترحيلها بسبب انعدام الرحلات الجوية، وبالتالي سوف نحاول أن نصحح وضعها داخل السوق، وبالأخص في ظل أنه اليوم القطاع الخاص لا يمكنه الإتيان بموظفين جدد من الخارج، كذلك بسبب توقف الرحلات الجوية، فيستفيد القطاع الخاص من خلال استيعاب اللي موجودين داخل البلد إذا إن كان يحتاجهم، وفي نفس الوقت يستفيد من عدم الرسوم، وهو كعامل ينتقل من وضع مخالف إلى وضع قانوني، وفي الانتقال من وضع مخالف إلى وضع قانوني هو يحس بالأمان أنه لو مرض ممكن أن يبلغ وممكن أن يطلب المساعدة، وبالتالي نحمي المجتمع ككل من انتشار الفيروس. لله الحمد منذ هذه التوجيهات أن صدرت في بداية أبريل وحتى اليوم صلحنا وضع حوالي 14,000 شخص.